thank you مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي القناه الوطنيه الاولى انتم الان في حضره الثقافه برنامج جمهوريه الثقافه البرنامج الفكري الحواري الذي يتناول كل القضايا الثقافيه الجاده على الساحه التونسيه نناقش هذه القضايا مهما كانت اهميتها ولكن بعيون الكتاب والمفكرين والاكاديميين والشعراء وصناع الراي العام والناشطين في دوائر المجتمع المدني مرحبا بكم اعزائي المشاهدين هذه الحصه سنخصصها لأهم تظاهرة ثقافية في تاريخ الثقافة التونسية المعاصرة وهي أيام قرطاج المسرحية التي تعد محطة هامة ينتظرها الجميع هي هو مهرجان عريق يحتفل هذه المرة بدورته العشرين يبدو أن سنوات يمكن ان نعتبرها سنوات مراكمه 39 عام على تاسيس ايام قرطاج المسرحيه هذا المهرجان المسرحي العربي الافريقي الذي اصبح علامه فارقه في تاريخ المسرح العربي وفي تاريخ المسرح التونسي وفي خارطه المهرجانات المسرحيه العربيه. ضيوفنا لهذه الليله سنتحدث عن اهميه هذا المهرجان عن تاريخه عن مدى تاثيره في الحراك المسرحي في المسارح العربيه وفي المسرح التونسي بالاساس دعونا ضيوفا اعزاء لهم علاقه خلينا نقول علاقه مباشره علاقه عضويه بالمسرح دعونا صديقنا ياتي هو في الحقيقه مش لاول مره لجمهوريه الثقافه هو الدكتور محمد المديوني مرحبا بك شكراً. انت 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 صديقي من زمان انت صديقي من زمان طبعا, طبعاً. التحرير والتنوير أيه. طبعا لا نستغني آه عن اراء آه الدكتور محمد المديوني أذكر أستاذ جامعي مرموق ناقد وباحث مسرحي وكاتب مسرحي وله ويجر وراءه تجربة مسرحية قديمة تعود إلى سنوات الستين أليس كذلك؟ ونحن نتحدث عن الحلقات المترابطة للمسرح دعونا لأول مرة مخرج مسرحي ومنشط مسرحي ناشط هو الاستاذ منير العري نحب نعرفك بقطب انت لاول مره مرحبا بك في جمهوريه الثقافه شكرا خلينا نعرفك بوظيفتك الجديده مدير قطب المسرح والفنون الركحيه بمدينه الثقافه وبعدها احتليت اداره الفنون الركحيه انت مدير ايضا اداره الفنون وانت ناشط وانت مخرج مسرحي نعم. وكاتب ومن اوائل المدراء اللي عملوا تجربه المراكز الفنون الدراميه وعندك تجربه مهمه في الكاف ضيفنا الثالث غني عن التعريف شاعر من الشعراء من الشعراء العرب شاعر مهم ودعوناه لأنه له علاقة عضوية بالمسرح هو كاتب مسرحي بالأساس وهو أيضا ذاكرة أنا منحبش نقول ذاكرة المسرح التونسي فقط ولكن ذاكرته هو ذاكرة المسرح العربي. في جانبه المنير والتقدمي ومش منير العاركيه لانه يعني المسرح عندما نتحدث على المسرح هناك جوانب منيره وهناك جوانب للاسف الشديد يعني معتمه ومظلمه محمد العوني شاعر والكاتب المسرحي محمد العوني آآ آآ يعرف يتكلم على المسرح العربي ويعرف خباياه ويعرف المناطق المناطق الحساسة نتاعو مرحبا بك يا سي محمد وانا في الحقيقة استدعيتك لأنك أنت أيضا عين ساهرة منذ سنوات على أيام قرطاج المسرحية مهرجان أيام قرطاج المسرحية مرحبا بكم تقاليدنا سنعرض صورة صورة هي لشخص مهم له علاقة ب أيام قرطاج المسرحية. لا يمكن أن نتحدث عن أيام قرطاج المسرحية دون الحديث عن المخرج والأستاذ والمربي والمؤسس المنصف السويسي رحمة الله عليه نستذكره وهذه الصورة نحن نعرضها عليكم لمسة وفاة وتحية بروحه ولدوره الأساسي في تأسيس هذا المهرجان وأيضا في حضوره المهم الذي ما يتنقش فيه حتى حد, حد في دوره في تأسيس حداثة خلينا نقوله حداثة المسرح التونسي أعطي الكلمة الدكتور محمد المديوني تعليقا على هذه الصورة أولا أشكرك الشكر كله على التفكير في عرض هذه الصورة والتفكير في المرحوم مصر السويسي فقد أصبت وأشكرك شكرا جزيلا آه المصرف السفيسي انا كتبت نصا عندما توفي و آه ما أك ما الححت عليه فيه لان مصرف له وجوه مختلفه متعدّة صحيح وهو ابن الشعب هو يعني يمكن ان يكون ولد حومه معناها يستطيع ان يتكلم مع اولاد الحومه يستطيع ان يتصرف تصرف ولد الحومه ولكنه في الان نفسه هو فنان ومؤمن بالمسرح ومؤمن بما يمكن ان ينجز المسرح وناحيه اخرى اللي فوجئت بها جزئيا كان عندي كما تعرف حصه اسمها ارخبيل المسرح اردت ان حصل الاذاعيه حول فرقه الكاف واذا به ياخذني مده ساعتين للكلام عن محمد الحبيب وعن استاذه اللي هو محمد الحبيب أستاذه, استاذه محمد محمد الحبيب الشيخ محمد الحبيب والكوكب التمثيلي وبدا يحكي فاحسست فيه نوع من الوفاء اولا واحساس بانه ينتمي الى عائله كبيره طبعا وينتمي الى من اراد ان يجسد الحداثه يجسد الحريه اللي هو المسرح لان المسرح في تونس هو ابن النخبه التونسيه النخبة التونسية التي أنشأت المسرح ودائما أكرر وأقول أن المسرحة في الفرق المسرحية هي قبل وزارة الثقافة هم الذين أنشأوا وزارة الثقافة وليس العكس فأحببت فيه ذاك ذاك الالحاح على ذكر مناقب ويبدو اخر حوار عمله معايا معانا في حياته اخر حوار عمله كان معايا في <applause> وطبعا ما قاله هو قريب من التاريخ ويخرج عن التاريخ يعني يتكلم عنه ليس بدقة المؤرخ بقدر ما يتكلم عنه بحس أهمية ذاك الجيل وأهمية التراكم النقطة الأخرى دائما أقولها وأعيدها أنه كنا في الشارقة الأستاذ إسماعيل عبد الله اللي هو أم العام للهيئة العربية للمسرح العربية للمسرح قلت له فيما في في ما دار بيننا من حديث قال المسرح في الخليج هناك ما قبل مصر السويسي وما بعد مصر السويسي فمصر السويسي فيما يخص المسرح الخليجي آه في المسرح الخليجي هو الذي طبعا هناك الإشاعة المصري كذلك عندما اتى مصر بشخصيته التي قلت قلت بينت بعض مواصفاتها هو يستطيع ان يقف ويحارب وينازع واذا لزم الامر يعني لا يتنازل محارب هو وهو حارب. محارب ولكن كذلك منضبط في المستوى العمل المسرحي مم. فهو الذي ادخل لهم بشهاده الاستاذ اسماعيل عبد الله مفهوم المسرح بتطلعاته الاحترافيه بذروته مهمه إيه جدا دولي. انه في المسرح الخليج ثم انه يصبح منصف السويسي شهاده الرجل هذا قلب. علامه علامه تؤرخ ما قبله وما بعده, بعده. رغم انه مسرح الخليج ايضا المسرح الكويتي طبع. طبعا اسماء متعدد. كبيره فيه. نفس الجيل الرشود حتى الجيل اللي قبل. قبل الرشود مثلا هو جيل قبله المصريين كانوا لعبوا دور مهم سواء مم. في الكويت الى غير ذلك مم. ولكن هذه شهاده الناحيه الاخرى بالنسبه لايام قرطاج المسرحيه يجب ان معناها ننصف الرجل ولكن معه كذلك هناك جو كامل مم. يجب ان يوضع في اطاره مصر السويسي دخل في المغامره هذه في نطاق لا ننسى ايضا تصور كامل الوزير أو هو آه التصور كامل اي بشير بن سلامه اي بشير بن سلامه هو التصور كامل مع المسرح الوطني في تصوره الاول وفي آه كيف يمكن ان آه يضع معناه اقدامه ما هي ادواره ما هي وظيفته وجاءت له فكره ووافقه عليها طبعا بشير بن سلامه قضيه من كان وراء المحدة ليس مهم انه كان ايام قرطاج المسرحيه هي لا مهم هذا سامحني لا هذه نقول لك انا علاش سامحني وجود وجود وزي وزير أي. ثقافه يمن بمشروع اكيد غير وزير ثقافه لا يؤمن بمشروع لا هو هو يعني قلت هو ظروف كامله ظروف كامله يعني الاستاذ بشير بن سلامه طبعا. طبعا من الوزراء الذين ونحييه ونحييه طبعا ترك مريض الثقافه من هذا في الحياه الثقافيه اضافه للشهيد القليبي وعدد من الوزراء الاخرين لكن هو في تلك الفتره نسبه الجو لانه يعني كان سي محمد المزالي كان هو وزير الأول وكانه بدخلنا للنقاش سي محمد شوف شوف الصوره نتاع 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 سي منصف السويستي خلتنا ندخل مباشره لأن هو لانه لانه في صميم العمليه نرجعوا صميم العمليه بي. سي محمد سي محمد إيه. عندك راي انا نعتقد وعندك عندك راي اخر وش بالضرورة مختلف على لما تشوف صورة منصف السويسي. أنا م... واليوم أي واليوم اليوم قاعد 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 فعاليات الآن قاعدة فعاليات. آه أيام, أيام قرطاج. أيام قرطاج المسرحية قاعدة تدور الآن وجمهور. في خضم الأيام. نحن في خضم الأيام. في خضم الأيام وطبعاً بالله حبيت نذكر أيضاً مدير المدير نحب نذكر مدير الدورة اللي هو الأستاذ حاتم دربال تعرفوا المدير في المعمعة. نعم. الان في معمعة المهرجان ما صعب انه واحد يتحصل عليه وصعب انه يستدعاه باش يكون نعم. موجود بيننا على كل حال ان شاء الله في فرص قادمه فرصة ان شاء الله, ضرورة. أخرى إن شاء الله. لن اضيف كثيرا على ما قاله الدكتور محمد يوني بخصوص انا عاشرت هذا الرجل ايضا وثلاثتنا أي. عاشروه باشكال مختلفه صحيح. يعني قد أن والرجل كان حريص كل الحرص يعني ايام قرطاج المسرحيه بالنسبه اليه آه سي محمد انت شاهد على طبعا لما شاهد على جدانها على جدانها صرعان فيها فيها سي محمد في اول دوره وفي ثاني دوره وفي ثالث دورة, دوره يعني كل اللي موجودين انا اعتقد انه يعرفون هذا الرجل عن كثب ورجل كان صادق وعنده احلام وقادر على انه يبتدع اشياء و ويؤمن احيانا يؤمن احيانا انه قادر على المسرح التونسي وكذا انه شيء وهو دائما المسرح التونسي مظلوم وفي كذا ورغم كل شيء أي. يريد ان يجعل من هذا المسرح هو كشخصيه أي. مثل ما حكى الاستاذ محمد يوني هو هذه تركيبته يعني رجل يحارب ويناضل ويحاول قدر الامكان التاسيس ورغم انه يختلف مع كثيرين لا تنسى انه بعض المسرحيين الذين نحترمهم في الساحة المسرحية التونسية كانوا ضد صحيح تأسيس صحيح في وقت ما صحيح أيام قرطاج المسرحية صحيح صحيح وبعد ذلك تداولوا على إدارتها صحيح منهم من ادارها رغم انه أدارها. كان في بداياتها هذا ثم ترسخ هذا محمد ادريس ترسخت هذه الفكره مثلا الاستاذ محمد نذكر وربما يكونون اغوا برشا برشا الان يعني. صحيح هذه تاريخ الرجل قاوم ورجل ناضل من اجل اثبات مم. هذه التظاهره كانت نوعيه مختلفه بايمانه ايامها وبالاشتراك مع كثير من 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 الناس اللي موجودين في الساحه المسرحيه وفي المسرح الوطني وانا كنت بينهم بالضبط بانه هذا الجنوب يعني مسرح الجنوب، مسرح النضال، مسرح اثبات الذات، مسرح الهويه، مسرح الدفاع مسرح الجنوب الضفه كامل بالضبط بالضبط يعني ربما كان قريب شويه بصراحه من آآ آآ تركيبة أيام قرطاج السينمائية الأهداف نفس الفكرة أهدافه نفس كان الفكرة كان تاع العالم المسرح هذا اللي يعني. كان فالرجل فالرجل استطاع أن يؤسس ربما هذا المهرجان واللي أبوه كان أبوه المهرجانات بهذا البعد العربي الإفريقي وبهذا المفهوم بهذا المفهوم يعني مسرح للجنوب وللدول اللي خارج العالم من الاستعمار وربما هذا يحتاج إلى إعادة تشكيل الآن لهذه الرؤية مفهوم العربي الافريقي نحن كتونسيين عرب افارقه متوسطين لكن عندنا عمق هذا العالم الثالث اللي هو في اسيا واللي هو في امريكا اللاتينيه الى اي حد ممكن ان بعد هذه الدوره العشرين ان تفعيله بالضبط أن وان وان تكون هناك رؤيه حقيقيه رؤية أخرى مخالفة معناها تسائل هذا المهرجان وتستنطقه تستنطق الذاكرة وتحاول أن تتقدم اكثر فاكثر في اتجاه هذه المحاور التي اعتقد انها كانت الانطلاقه الاولى والبذره والفكره الاولى لتاسيس هذا المهرجان الذي اصبح كبيرا ومحطه ضروريه مثل ما كانت في وقت ما والى الان معناها المهرجان الثاني اللي هو ايام قرطاج أيام السينما السينما سيمونير انتي خدمت مع منصف السويسي انت احيانا تقول احيانا تقول انا ولد المنصف السويسي انا تلميذ المنصف السويسي نعم. حتى بعض الاصدقاء في الساحه المسرحيه يداعبونك يقولوا لك انت منصف سويسي معناها كانك تتلبس بشخصيه المنصف السويسي وربما سي محمد هذه حقوق التاليف حقوق التاليف محفوظه كيفاش قلتها انت سي محمد كيفاش قلتها؟ لا منير لا هو يقول وهذا منصف سويسي اخر هذا هذه كيف وهذا فاوست اخر فعلا في الابداع وفي الاصرار وفي العقليه هو 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 هكذا حتى منير حتى منير يعني الاستاذ منير هو هكذا ايضا عنده هذا الاصرار وهذا يعني انا سعيد انك تكون موجود في جمهور شكرا سعادة متبادلة <applause> يا دكتور احنا ان شاء الله احنا ان شاء الله هذا المنبر سيمونير هذا المنبر جمهورية الثقافة هذه المساحة المهمة في القطاع السمعي البصري العمومي نجعله نجعلوه نفتحوه للناس مستقبلا هو كان ديما هكا نفتحوه للناس انا نفرح دائما سي محمد لما يجيني وجه جديد سيمونير هو وجه معروف ولكن معناها وجديد بالنسبة لجمهورية الثقافة ان شاء الله نفتحوها على كل التجارب <applause> والشبان المخرجين والشبات المخرجات والكتاب المسرحيين ونحاولوا يكون مهرجان يكون برنامج جمهورية الثقافة برنامج مساند لهذا الحراك المهم لأني أنا من الناس من اللي يبنوا بالمسرح فضل سيمونير ألف شكر على البرنامج يا عايش. يا عايش. وعلى الدعوة وعلى الاهتمام والاعتناء ربي فضل بأيام قرطاج المسرحية اللي كنت ديما أنت قريب منها سواء نقدا أو حتى مساهمة محاول. في فعالياتها نعم المنصف السويسي انا بالنسبه لي انا كما قلنا قبيله مقدام ومعناها وح... محارب حربي كما يقولوا الشباب توا لكن اللي يهمني انا وانه هو قائد ليدر ليدر حطه في ليدر مش ايدر لا لا لا, لا. <applause> <applause> ليدر ليدر لماذا لانه نتصور انا, أنا باش تفكر تعمل المسرح الوطني أي. التونسي مساله هامه جدا مش هينه بالمرة أي. و... وتمشي للخليج وتأسس مسرح وتصبح أنت علامة فارقة بين ما قبل وما بعد يزمك تكون موسيقى في السويسي. كان ندخل في حديث أي. آه 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 التغريبه خلينا نسموها انا ماذا بي الحصه دي كل تكون... كل على كلها على سيب منصف السويسي الله العظيم أي. آه ثم عندنا شخصيه مهمه جدا شخصيه وطنيه رائعه وعندها علاقه بالمسرح م. شخصيه الوطنية كبيرة اللي هي شخصية عبد العزيز الثعالبي م. وتغريبة عبد العزيز الثعالبي كي نشوف أنا تغريبة منصف السويسي وتنقله وتأسيسه تشبه برشا اللي تغريبة عبد العزيز الثعالبي م. اللي أسس ب... اللي أسس الجامعة العراقية واللي يكتب الدستور نتاع اليمن واللي واللي ها واللي واللي ولي أسس وما تنساوش عبد العزيز الثعالبي من المؤسسين الكبار للحراك المسرحي في البدايه هذه راسك سي محمد هذا الموضوع دخلت في موضوع اي سي منير الهام كما قلت لك معناها اسمع ثم كلمه يقولوا هذا موضوع قاتلين مع بعضنا شفت الاهتمام نتاع الباحث والناقد <applause> اي تفضل يعني باش تخرج من تونس العاصمه وتمشي للكاف وانت من الكاف انا ذاك وتاسس فرقه في ولايه في الشمال الغربي كذلك امر ليس بالهين يعني لدرجه وش... أنه انه في السويس يقولوا عليها انه كافي أوه مش... أوه أوه هو مش هو ولد العاصمه أيه. وقتها لانه هو عنده الروح الثوريه اللي احنا نقوله فلاج آه. يطلع للجبل ما هي يعني باش يعني تخرج على علي بن عياد وهذه مساله وما ادراك وما ادراك ها؟ والمسرح البلدي والحاضره والحاضر المسرح البلدي تقصد المسرح البلدي اي لا على البلديه اي البلدي, البلدي قلت هكا بشكل لا قلت هكا بالسياسه لا ما ما معناها سمي الاشياء باسمائها إذا فيه برشا مسرح لو تي معناها القريبه جدا من القصر لا هي مش سبه هي لا هي لا هو توصيف احنا مع المعطى المعطى التاريخي مسرح الحاضر دمزد زاد كذلك في الفرقه البلديه لكن مشروعه اهتمامه هذا اللي قاله الدكتور الشعبي ولد الحومة خليه يطلع للكيف ويأسس أول فرقة خارجة على تونس الحاضرة معناها العاصمة وفي معناها كان هو سبب كذلك باش تتأسس فرقة في قفصة لأنه كان هناك بالإضافة إلى وحاجة أخرى حتى كان هناك والي أيوة. كما سي محمد معناها كان وراء هذه المساله لولا منصف السويسي يعني لما كان الجماعه اللي نسميهم احنا المسرح الجديد لما كانوا في قفصه كان ولا ما كان لا وبداوا كلهم مشوا للكيف كان محمد علي الحامي ولا البرني والعطره وال والمساله هذيك كيفيه خروج المسرح التونسي من العاصمه الى الجهات وهذا هام جدا نذكر وانه منصف السويسي كان هو القاطره هو اللوكوموتيف لانه منشط لانه مخرج كبير ولانه لا يمل ويحب ويعشق المسرح ربي سمح لي سيمونير عليه كلامك حب المناسبه جمهوريه الثقافه تحيي روح رفيقه درب المنصف السويسي خديج السويسي رحمه الله عليها والمهرجان هو الايامات هذه يبدو انه يكرم ايضا يعني. اه في ذكرى يعني. رحيل خديجه السويسي سامحني لا ننساش العفو معناه <applause> منصف السويسي بالنسبه لي هو ذلك الرجل اللي يعمل رشومون ويعمل رشمون. كل فول له في نواره يعني. ويعمل الزنج يعني, يعني. يعني معناه يشتغل منصف السويسي لما تذكر مساله المسرح العربي والبحث عن إشكالية المسرح العربي هل هناك مسرح أم لا في حين ذهب الطيب الصديقي والعبد الكريم برشيد في المسائل الشكلية منصف السويسي بدأ بالكتابة وبدأ بالإخراج طبعا متاثرا باساتذته بفرنسا طبعا آه فيلار معناها هو اللي كان جي جي بلانشان. جي بلانشان. جي بلانشان. لا خروجه خروجه أي. على المالوف خروجه على الحاضره صحيح. اهتمامه بالمسائل صحيح. الاخرى في الارياف اهتمامه باهتمامات الناس بالشعب أي. هذا اللي أي. يذكر يظهر لي اه 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 استوفينا هو ما يستوفاش هو و... هو منصف السويسي ما يستوفاش ولكن نواصل حديثنا وهو يكون روحه حاضره وخياله سيسكن هذه في الحقيقه هذه الحلقه كما يسكن كما يسكن شبح شبح هاملت شبح الاب الاب هاملت مسرحيه هاملت سي محمد موضوعنا اليوم هو ايام قرطاج المسرحيه خلينا نشوف هذه الومضه اللي هي متعلقه بومضه الحقيقه هي إشهرية ولكن تعبر على هذا الحراك على هذه الجماليه تعبر في نفس الوقت على الالتزام الرسمي للدوله وللوزاره ولا حتى مؤسسه الاذاعه والتلفزه بهذه المحطه الثقافيه المهمه مهرجان ايام قرطاج المسرحيه. أيام قرطاج المسرحية 35 سنة ذاكرة وتواصل 35 سنة ريادة وإشعاع 35 سنة احتفال بالمسرح في عمقه العربي وجذوره الإفريقية وانفتاح على عالم يحلم بالحرية أيام قرطاج المسرحية الدورة 20 من 8 ل 16 ديسمبر 2018 عيش المسرح وجدد غرامك إذا أه سي محمد أه الومضة أه ومضه ومضه هي هي الومضه هي خلينا نقول هي عنوان 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 المهرجان ولكن لا تعبر عن المهرجان بشكل في دقائقه، مهرجان اكبر من ومضه نحب أسأل السؤال الاول متعلق بمهرجان ايام قرطاج المسرحيه، سؤال بسيط يتمثل في زحمه المهرجانات المسرحيه العربيه وخاصة المهرجان المهرجانات المشرقية الشرق. أه ثم نلاحظوا احنا هذه المزاحمة ولكن ايام قرطاج المسرحية يبدو انه يختلف اختلاف اساسي عن هذه المهرجانات التي اصبحت الناس يقولوا الكلام هذايا النقاد يقولوا هذا الكلام هذايا المتابعين انها تشبه لبعضها او خلينا نقول تتناسل من بعضها شنو اهميه او مواصفات اللي تخلي اليوم بعد عشرين دوره من ايام قرطاج المسرحيه انه مهرجان ايام قرطاج المسرحيه مهرجان خاص مميز مختلف فلسفته غير فلسفه المهرجانات الاخرى شو رايك انت أعطيني رايك انت متابع منذ تاسيس توا 35 سنه سي محمد هكا ولا لا؟, لا. بالتاكيد 35, 35 سنه, سنة تعرف كل الدورات هات نحكيو على 20 دورة هي هات خلينا نحكيو على الشخصية كما يقولوا علماء الاجتماع والانثروبولوجيا يحكيو على الشخصية يحكيو على الشخصية القاعدية خلينا نحكيه على مهرجان ايام قرطاج المسرحيه في شخصيته القاعديه شنو هو هذا هذا منذ الانطلاق واعتقد انه يعني المهرجان استطاع يعني منذ انطلاقته انه يبني فلسفه ورؤيه واضحه وتوجه واضح اللي هو العربي الافريقي والانفتاح على اهم التجارب العالميه واساسا دعم هذا المسرح العربي الافريقي في ظروفه يعني قبل 35 سنه كانت فكره رائده مثل ما, ما تكلمنا في الموضوع و ال 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 وانفتاحه ايضا على المسرح الاخر على العالم يعني نحن هذه الهويه هذا التونسي اللي هو عربي اللي هو افريقي اللي هو آه بالمتوسط اللي عنده كل هذه الابعاد وفي علاقه بوشايج كبيره من مع خط كامل ما يسمى بالجنوب مثل ما كنا نتكلم وإلى الى جانب انفتاحه على الغرب وعلى التجارب الاخرى والطلاع وقربه من هذه التجارب كمتوسطي يعني هذه الفكره تبلورت الا انها في وقت ما وكانها شهدت بعض النكوص بعض بدعوة يعني انا اعتقد انه التحفيز مهم مسألة المسابقة شيء أساسي ليست كما يقال هي رهان على خيول في قصر السعيد هذا غير صحيح يعني التحفيز مش كون قال كورس زو كورس بتاع هذا هو. يعني, يعني هذا هو العبارة هي لأنه, هي لأنه التحفيز لمثل هذا المسرح كيف بدأ المسرح عند الإغريق أنا أعتقد طبعاً هذا أنا هذا إشكال كبير أنا مثلا نتمنى أنه نتمنى أنه فيه كثير من المقولات أي في أي نتمنى مثلا ان في يوم ما ايام قرطاج المسرحيه تكون تنتظم بصيف معناه بالصيف بفصل الصيف وتفتح على 400 او 500 مسرح اثري اللي موجودين عندنا في كامل الجمهوريه ولانه وحتى تسقط نظريه التاصيل مفهوم المسرح العربي وما مسرح عربي هذا المسرح كانت هذه البلاد فيها مسرح لما كان هناك عروض في اثينا وعروض في روما كانت هناك عروض للمسرح كانت هناك حياه مسرحيه فيعني وانحصرنا 50 مره الامراء اسمعني الامراء النوميديين يمشيوا يقراوا في اثينا ويقراوا النصوص المسرحيه تضبط. او الشعر فكيف ف... يمكن لايام لي... 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 قرطاج المسرحيه ان تكون بالضبط قاطره اخرى تعمل هذا التحول النوعي حتى من لما طرحنا مساله الذاكره هذه السنه نحن نصب الى هذا يعني شويه استقرار قليل من الاستقرار ورؤيه شامله ومتكامله لعناصر المهرجان يعني لابد ان تكون هناك يعني يكون هذا خط واضح للمهرجان ماذا يريد وشنو نحب نعملوا بها يا مقرطاج مسرحيه هل ستظل آه يعني بهذا التواتر وواحد يشد للشرق وواحد يشد للغرب أي. وهذا تواتر ال 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 الانشداد في حد ذاته صاير، صاير. ولا توتر وهذا صاير. وخلق والتوتر موجود في المسرح فالي اي حد احنا قادرين نخلص بهذه الفكره ونبنيها متكامله وعندها رؤيتها ونعيد الاسئله وتطرح الاسئله على النقاد م. وعلى الباحثين حول مفهوم ووجود المسرح في ذواتنا في داخلنا مو كما هو موجود في في, في مصر كما هو كان موجود اعتقد في في الشام كلها كان موجود كان المسرح الروماني موجود يعني بناء على هذا التاريخ اعتقد دورها ان تطرح الاصله الاسله وان تلتفت وتحاول قدر الامكان ان تؤطر وان تدفع بالتجارب الجديده وبهذا التراكم يعني والدخول في 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 طرح الاسئله على على هذه الذاكره جميل سي محمد انا شوف نعود لك السؤال لا لا ما السؤال ما تعوديش السؤال الشخصيه لأن القاعديه إيه لا الشخصيه القاعديه اولا اولا ننزل الامور في ايطاليا اي نعم ويمكن ان نتكلم عن احلام كثيره وننطلق من منطلقات مختلفة. مم. أولًا أيام قرطاج المسرحية هي في صلة مباشرة أيام قرطاج السينمائية. أي نعم. أيام قرطاج السينمائية انطلقت عام 66. الدورة الأولى كانت دورة عادية. على عكس ما يظن الناس. كيفاش كيفاش محمد؟ بدأت عام 66. أه على أيام قرطاج السينمائية. سينمائية. طبعًا. ايه. وكانت عادية. ايه. انطلقت فكرة العربي الإفريقي في الدورة الثانية. لأنه وقتها طار شريعة المرحوم جاب ناس وجاب يعني تقريبا كيما المهرجانات الكل فقالوا له وقال لهم وبدأ... وانطلقت فكره عربي افريقي لماذا؟ في السينما خاصه في السينما لانه اذا كان باش تخون انت المهرجانات بشكلها الموجود انت ستعيد ما لا تستطيع ان تعيد صورته مم. لسبب بسيط مم. كيف الفلوس؟ تو طيب باش تعمل كان ولا بتعرف شنو سي فلوس وعدد من المهرجانات نتكلم عن السينما باش نرجع للمسرح باش نحدد الامور ثم المهرجان شو هو المهرجان بصفه عامه المهرجان تعريفه بشكل دقيق في رايي انا هو فكره كونسيبت تصور ما ومكان تصور ومكان يعني عندما تقول مهرجان كان في مهرجان كان مهرجان فينيس مهرجان فينيس مهرجان كذا مهرجان كذا دونك هذا هام جدا كيما في المسرح مهرجان برلين شيء مهرجان افينيون شيء مهرجان صحيح نجيب لافينيون افينيون بدات بعد الحرب العالميه الثانيه جون فيلار اللي خذا صاحبه غني, غني شاخ لا هو هو سير هو, هو جاء خرج قال لهم قال انا توا بدا يعمل في مسرح ويعيط الناس ويمشي الوزينات قبل ما توليت تنحت توا الوزينات قالوا لي ايش تعمل المسرح هذه وباش لنا المسرح قال لهم يا أولادي جمهوركم يجيكم انا باش نمشي لجمهور اخر اي دونك الفكره نتاع افينيو هو باش يمشي لجمهور اخر وجمهور اخر في مكان اخر ومكان اخر يخرج عن الاماكن الموجوده دون ان تضعه موضع السؤال لاني يعني انا نمن يعني بت التعدد والاختلاف وتعايش الاختلاف وتعايش التعدد مم. هذه فكره ارجع لي طول ايام قرطاج لك ايام قرطاج ايام ايام قرطاج المسرحيه كما تلاحظ كلمه قرطاج هي مكان وليست مكان مم. مش ايام تونس مدينه تونس مم. ايام قرطاج اذا نحن ايام قرطاج سواء من السينمائيه او المسرحيه المكان فيها ليس مكانا آه معناها آه يعني جغرافيا مم. فحسب وإنما هو مكان مشحون مكسف. بتصور لتونس أن تونس تبحث على جذورها هذيك ولكن كذلك هي مرتبطة بمكان في وقت من كان اللي هو قلب عم... العالم القديم لما أه؟ لما ادرت أي. ايام قرطاج عام 99 أي. أيام دورة المسرحيه آ... عملت عمل دوره عمل و... والثانيه رفضت لي اسباب صحية عليها لا لا مش صحيه لا لا بس هي لا 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 صحيه نقص ذهنيه معناها لا 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 حتى ذهنيه صفاء تري <applause> بيان <applause> لا القضيه فين القضيه فين القضيه توا سي محمد يقولوا ليش بكم كاش كاش بريد اي احنا اسمع <applause> فما, فما لا هو جدي مرات مرات الافكار تخلي واحد يكشبر ايه حساس شوف شوف باش المكان معناه المكان الرمزي والمكان كذا بالنسبه لايام قرطاج المسرحيه كانت تطلع انه يكون ايام قرطاج السينمائيه لكن ثم فرق كبير فرق, فرق, فرق كبير ليش؟ طبعا. لأنه مم. الأفلام سيدي بوبين أيام بزمان. زمان توا أسهل مثلاً من ميم بوبين تو ينجم يبعث لك مثلا بالتليفون أيام قرطاج المسرحية هي حضور مم. لناس يمثلوا ثم العرق مم. ثم الممثلين ثم الممثلات ثم الحو... ثم الرأس المالي يسد. هو ثم الإنسان ثم, ثم كذا اللي هي هي أحدثت آه ثورة مهمة أولاً في الدربة طبعاً عندنا المهرجانات تاع صيف وكذا أي 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 آه. وكذا ايام قرطاج زادت دقت اكثر مم. ايام انا عام 99 ما قدرت ايام قرطاج كان كان تطلع يا من نجيب الافارقه الافارقه ما نجيبش يجي اما ما عندوش فلوس دونك انت يا اما تحت يا اما تحت وصايه ما. لا مازال ما عندهش، ما عندوش وانت كايام قرطاج مثلا شو الميزانيه اللي عندنا راهو راهو هذه تتقال تو سي محمد اي ومنها مساله ايام قرطاز المسرحيه هل هي مؤسسه ذات عندها قدرات انها تبحث ان تكون اضافه لدعم الدوله وإذا ان تكون استمراريه ونجل مؤسسه قائمه عندها استمرارها مم استمرارها لا يعني اعاده ما انجز في السابق مم لان انا قلت مهرجان فيه تصور وفيه مكان ونقول لك حاجه اخرى وراه رؤيه في اطار هذا يعني لما تكون مدير ومجموعه باش يقترحوا شيء يقترحوا تصور في اطار هذا دونك معناها أي اذا ايام قرطاج المسرحيه عندها هل هالتطلع هذه لكن عندها مشاكلها نعاود نقول في 99 كان كان كنت مجبر اني ابحث على سبونسور حتى نجيب الفرق الافريقيه وجبت الفرقه الفلسطينيه وكذا دونك ايام قرطاج المسرحيه معناها كان يقدم جهد كيف يستطيع ان يجلب هؤلاء حتى حتى تتحقق هذه الفرقيه جاوبني على سؤالي سي محمد انا راني ماك تعرفني انا خرنان جاوبني على سؤالي اليوم ايام قرطاج المسرحيه شنو الشخصيه نتاعها مهم جدا هذا مهم جدا شنو أي ايام قرطاج المسرحيه هذه هي شخصيتها لانها تختلف من حيث انها تسعى لايجاد هذا التلاقي هذا الحوار هذا لا بد ان نسأل الى اي حد نشا هذا الحوار يعني حتى او نرجع قيم او نرجع للحوار اي تو نرجع واحنا بدينا نحب نحب نزيد كلمة حتى نضع الامور في في نصاب مثل الايام وانا ابتسم طبعا طبعا بدون بدون تكشبير سي محمد قدر <applause> <applause> البشاشه مطلوبه <applause> قدر المستطاع ايه ايه نرجع توا كلمه ايام قرطاج ايه ايه أنا فوجئت توا السيد الوزير يعطيه صحة مجتهد وكذا كثرت أيام قرطاجات أيام قرطاج أيام قرطاج السؤال هنا هل ستكون كل أيام قرطاج في الكوريغرافيا في الشعر في كذا في سي محمد هذا موضوع آخر لا 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 خلينا خلي 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 لك أنا, خلي خلي أنا عاد هذا موضوع آخر خليني أنا أعمل لي فوكيوس توا على مدام المهرجان قاعد يعمل آه آه آه. أنا سألت سؤال اليوم مهرجان هذا أيام قرطاج المسرحية عندنا مهرجان الشارقة عندنا مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة عندنا مهرجان مسرح في عمان كثيرة كثيرة يعني أنا نحب درا في هذه التجربة الطويلة اللي هي مهمة وهذه الدورات هل نجح هذا المهرجان في خلق خصوصية أنا نرجع لك لا, لا, لا بلور الفكرة الخصوصية لا خليني باش نعطيه الكلمة باش ما سي منير نرجع لك سي محمد مش مسيب ايه 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 ايه. شكرا أنا بالنسبة لي أنا مهرجان أيام قرطاج المسرحية معناها فريد ما عندوش شكون يشبه له، يشبه له ما فماش شكون كيفه. أي. يعني بعده الجغرافي اللي يتحدث فيه سي محمد المديوني معناها مشكور على اساس انفتاحه على افريقيا، المهرجانات اللي ذاتي ذكرت الكلها ما عندها حتى علاقه بافريقيا. ما عندهاش. واحيانا ما فماش خصوصيه ولا روح ولا حتى ولا حتى حسبها. المخرجه ديما تقول لي حل يديك، انا راني احيانا نعمل لك باش نركز. <applause> فهمتني؟ المخرج تقول لي حل يديك. لا لا وحاجه اخرى تو باش نقولها لك انا فيما يخص ال 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 المهرجانات اللي في الشرق اي ما همش منفتحين على اسيا رام ايضا في نفس الوقت حتى إنهم موجودين في المنطقه في اسيا ما همش منفتحين على اسيا الحق معناها الـ يعني الكم الهائل من العروض وفعاليات ايام قرطاج المسرحيه ما تلقاش كيفها نتحدث انا وزميلي حاتم دربال مدير الدوره كي مقارنه بمهرجان يعني نسميه المسرح التجريبي بالقاهره. اي قداش في النهار فما عرض اه في انا عمري ما مشيت للمهرجان هذه اي معناها مهما كان فما الباراليل والإين والأوف اما بشكل كبير معناها احنا. قاهرة هذا. هذا القاهر. عرض واحد. ايه <applause> عرض عرض في, في الكومبيتيسيون أيه؟ ولا في نفس القاعه اللي بشغل العرض اللي يتعدى البارح سامحني واحنا شنو هو المواهب نتاعنا في الكومبيتيسيون من العرض يتعدى في الليله؟ احنا فما حوالي لا اقل حاجه سته عروض يقول آه لي فما ايامات وانك تلقى ماضي ثلاثه عرض الخمسه عرض والسبعه عرض اي مسائل أيه معناها أيه جست هذه من فضلك سي محمد فلس الجان فلس الجان <applause> الجانب الفكري ما ننساوش اهتمام بالجانب الفكري أنا بالنسبة لي أنا ثلاثة اشتعل الحوار ثلاثة معناها <applause> ندوات فكرية <applause> السنة معناها هام جدا أنت سيادتك تشرف على إحداها الدكتور محمد المديوني كذلك والدكتور محمد سعود إدريس ندوات. ندوات ندوات فكرية, فكرية. هامة مع استضافات معناها اللي ناس اهمها الحقيقي هو الكتابه والبحث البحث. والتنقيب في المسرحي العربي والعالمي طبعا لان المساله هيش عربيه عربيه بالنسبه طبعا. لنا صحيح مساله انسانيه وهذا اللي يخلي ايام قرطاج المسرحيه في بعضها الجغرافي العربي الافريقي ها والمتوسطي لكن تبحث على الكونيه مم. مم. هذا يخلي الالماني يشتهي يجينا ويخلي الامريكي يشتهي يجينا دونك نتصور انا ايام قرطاج المسرحيه عندها شخصيه فريده ونحسد عليها بقي ان نشير وانه كان يتداول يعني سنه بسنه الان اصبحنا كل عام هذا لابد له من مجهود مجهود عمري وزاره الثقافه وزاره الشؤون الثقافيه لاقامه هذا المهرجان كل سنه بالميزانيه المتوافره لا يمكن ان نكون اكثر طموح من هذا لابد من الانفتاح كما قلت على سبونسور أيه؟ على الوزارات الاخرى لاننا نعد مساله ده. مشتركه ومساله وطنيه ده ده سي محمد جاوبني يكملوا مش الكلمه بعد سي محمد المديوني حول هل أه معناها بيرسوناليتي دو باز الشخصيه القاعديه لمهرجان يوم قطر المسرح هو ميزه ان يعني من ميزاته انه مهرجان يكاد يكون يعني مثل ما حكينا سابق جل المهرجانات ربما باستثناء مهرجان وفي وقت من الاوقات بالضبط وفي وقت من الاوقات هو تاخى هو ومهرجان جملاج عملوا جملاج مصرحية. لانه كان توجه عربي ايضا كذا ايام قرطاج المسرحيه توجه اخر وايقاع اخر مخالف بحكم الافارقه وبحكم العلاقه والانفتاح على المسرح العالمي من من اول الدورات من اول دوره وانفتاحه على مسرح الهوايه وانفتاحه ايضا على مسرح الطفل وعمل دوره الاستاذ محمد يونس سنه 99 وهي وكانت دوره مهمه جدا بربي سي محمد لل للمسابقه الرسميه في في مسرح بربي, بربي سي محمد باش نقص باش لك على كلامك على حاجه ذكرتني فيها سامحني أنا نسمح لنفسي نقص لا نقص, لا 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 نقص عليك بال كما يقول كما يقول سي محمد مو نقص نقص على كلامك بالعسل نحن نتفاعل يعني نتفاعل آه 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 سي منير ما يتغشش أنه حكيت الانفتاح هذايا خاصة على الشرق جبدناها على الشرق في وقت من الأوقات آه سي محمد المديوني عمل حاجة خارقة للعادة في سنة 99 الدورة اللي قدرتها جاب أوبرا دو بيكان الافتتاح أنا سمعت هال... وربما انت اقرب للمهرجان يعني في في كواليسه انه كانت باش تجي اريان من مشكين وتعذر ذلك وكان باش يجيبوا في نفس الوقت باش يجيبوا البيكولو تياترو باش تريلر وما دراك رحمه الله عليه ولكن بيكولو تياترو مؤسسه مسرحيه مهمه جدا كما تقول اليوم مثلا معناها البرني للانصامبل في برلين اليوم مؤسسه مم. مم. تخدم بعد بعد برشت شنو اللي بالضبط اللي يعني كان هذا ووافقت و... هي اريان المشكي وافقت لكن ما... وافقت وكان عندها ضغط وقت وكان آه هذا وكان آه ايضا حتى اوجينيو باربا اوجينيو يعني باربا اوجينيو باربا يعني وكان لكن مع الاسف صادف انه شوف لما تبدا تشتغل مهرجان الاستمراريه اللي حكينا عليها م. والاداره اللي يعني لابد من اداره قارة حتى على مستوى الكتابه العامه وعندها عيون واصدقاء وأحباب مبثوثين في كل أماكن العالم وتشير إلى الأعمال الجيدة ومهرجان والهيئة تمشي تشوف المسرح وتمشي تشوف و... مم و... ويعني ما ممكن ونعمل مهرجان بناء على اختيارات بالفيديو هذه وسائلنا وهذا الوضع العام لأي مهرجان يعني نعتقد موجود الآن في ال... في, ال... في كل المساحة العربية و... و... وحتى الإفريقية في في وفي غيره مم مم هنا يعني لابد من هذه الاستمرارية لابد من اداره قادره على توفير المستلزمات ولابد من يعني يخرج المهرجان وبدا يخرج سمح لي سي محمد شو وبدأ سمح. يخرج هذه الفكره فقط لي ح... لا 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 بدأ يخرج نقول لان ثم هذه مش مشكله احنا لليوم سي محمد سمح لليوم وهذه حاجه لازم نقولها وانا باش نقولها واتحمل مسؤوليتي كيفاش اليوم مهرجان عمره 35 عام دوره العشرون وغيرها من المهرجانات يعني الى اليوم ما تتحولش المهرجانات هذه الى مؤسسه قاره هذا ما لازم تخدم على بكري قالوا عشان نقعدوا احنا في معطلات راهو حاجه هذه مطلبيه مطلبيه قديمه على أسنى على الاقل على مستوى شوف هناك رؤيه هناك رؤى لاي مهرجان له رؤيه وله مجموعه من الناس اللي تشتغل فيه وتحاول تطبق هذه الرؤية وتبلورها وتطورها وتمشي بها القدام وهذا هو اللي خلي يعني ما مو لا يمكن اليوم في سنة 2018 أنه هذا المهرجان اه اه يعني ينظم عن طريق التبادل الثقافي لا لا ايه العمل الجيد يحتاج أموال حتى تجلبه حتى يكون يعني المهرجان قوي يعني هذا هو الموجود ايه ثم إيقاع كل سنة هذا المهرجان بوليا بهذه مطلبيه انه ينظم كل سنه يا حبيبي كل سنه لا يمكن لي ان تتوفر يعني الـ الـ الاعمال الجيده كل سنه ما يش بالضروره موجوده لابد من توقيت زمني كل سنتين ونحاول قدر الامكان ان نجد افضل ما ما هو موجود في الساحه المسرحيه العربيه والافريقيه وهذاك اللي يكون وجه المهرجان وما يقدمه المهرجان من اعمال على الاقل فيها الحد الادنى من الجديه ومن ال ومن الابداع يعني انه هذه الماكينه تاكلك تهري طبعا انه سنويا 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 ايقاع يعني لا يمكن المسرح بتؤده دائما المسرح شوف حتى مهرجان السينما سي سي مثلا مهرجان ايام قرطاج السينمائيه الفيلم عنده خمس سنوات حتى يعد وهناك فيلم في كل دوره ممكن تجد انتاجات لكن المسرح ينتج سنويا مم. فالمسرحيه بعد يعني ماخذت قالبها يعني النهائي. الاساسي والنهائي حتى تتقدم المهرجان وتكون هي ثم انت تنتقي هناك انتقام لا يعني الناس سم... تكون سم... سم... مهرجان كبير أ... على كل حال ثم مهرجان سامحني ثم مهرجان كبير مرجعي اليوم لا افنيو ولا افنيو اكبر مهرجان في المسرح العالمي هو مهرجان ادمبرا انا مشيت شفته مهرجان ادمبرا هذا مبرمجين فيه انا العام اللي مشيت له مبرمجين فيه 1500 مسرحيه لمده شهرين غير مسرح الشارع ولكن المهرجان هذا يتعمل كل سنتين نحب عمل... نكمل في الاتجاه هذا تعمل سنتين الاتجاه هذا جملة واحدة كلمتين تتغشش علينا سي محمد لا لا مست... <applause> دا دا محمد ما لا أه، لا كلمة واحدة. كلمة واحدة كلمة واحدة يعني لا يمكن مثلا أن تستدعي أن تستدعي أو توجه دعوة لكل هال هال الأريان مشكين وغيرها هاي. أو المسارح بليك. الكبيرة قبل ستة أشهر من مهرجان لأنه برنامجهم واضح برنامجهم واضح انا سي محمد سمحني مش نخالفكم الراي تماما نحن هذا الشيء نحبه احنا في قضيه تواتر المهرجان وهذا انا دفعت لي وكذا من حسن حظي يعني بعد ايام قرطاج أه. سينما اي اللي درت عام 1912 2012 بعدها اصبح المهرجان سنوي لماذا؟ المهرجان قلت مكان فكره واداره ولكن تواتر و موعد يضرب كل سنة ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ تاع السينما السينما نساوه المهرجان أيام قرطاج السينمائية نساووه لأنه ثم عام تعمل وعام ما تعملش تعاود من جديد السنوية أمر هام جدا وعلى العكس هو يخلق حركية يجب أن نقلب العملية ليس لأن صعوبة نعمل سنتين لا نعمل سنه ونبحث عن كيفيه توفير ما به يمكن ان ينظم كل سنه نقول لك كيفاش انت لما تكون عندك مؤسسه قائمه وقاره وتشتغل وعندها دربه هي لا تبرمج لسنه فحسب تستطيع ان تبرمج لثلاث سنوات ما سينجز في هذه السنه؟ ماذا سينجز في السنه الثانيه؟ ماذا وهام جدا ولكن هذا يحتاج لا يحتاج الان ايام قرطاج المسرحيه وايام قطر السينمائيه من حصل الحظ تحقق لها ما تحقق. ايام قطر السينمائيه عنده الان مؤسسه ومستقله. لما هل هو عزيز على المسرح ان تنال ما نالته السينما؟ القضيه كلها القضيه كلها الموعد الثابت المتكرر في نفس الوقت. هو يخلق حركيه على العكس. مش المسرح في كل انت تشترط عليه تكون سنه، اشترط عليه اربع سنين. وتستطيع ان تاخذ م. لانه مهم جدا. ايام قرطاج السينمائيه تكلمت عليها ايام قرطاج المسرحيه راهي من اصلها عندها تطلعات كونيه تعرف شو اسمه الكاتب معناها الباحث الكبير شو اسمه العمل شكسبير معاصرنا يان كوت يان كوت يان كوت جاء عام 1983 85 ولا 85 وقعدنا ما نحكي لكش عن الناس الاخرين اللي جاوا يعني انك واللي سوينكا حتى نرجعوا لك لك على يعني هذا الموضوع انا ناكد على حاجه ايام المهرجان في حجم ايام قرطاج المسرحيه م. من الضروري ان بالعكس ان اصبح سنوي هذا امر صحي وضروري وجد ولا ولا بد منه م. الان كيفيه تسييره فعلا م. انت لما من حسن الحظ توا عمل عام وجدد عام لكن ما يعرفش اللي هو باش يجدد عام م. انا في تقديري يقع تكليف إنسان وفريق مدة ثلاثة سنوات م. على برنامج م. أربع سنوات هذا الشغل. وهذا الشغل م. ليس إنه عام بعد عام مش حل المشكلة. لا بالعكس هذا الجانب القوة في أيام قرطاج السينمائي وأيام قرطاج المسرحية م. الذي لا تجده في أي مهرجان من مهرجانات العربية إيه. هو الجمهور إيه صح. نحن صحيح. نحقق الحياة المسرحية م. الحياة السينمائية م. اصدقائنا نروح نمشوا وحداهم مرات تلقى روحنا ضيوف فحسب أي. وهذا لم ياتي من لا شيء اتى اولا من موقع المسرح في تونس قبل الاستقلال كان يلعب دور كان ثم جمهور يجي م. ثم المسرح مع معناه انجاز بورقيبه الزعيم بورقيبه لما دعت له النخبه والمسرح المدرسي واصبح المدرسه المسرح امر هام يعني الناس فالناس تجي بأذواقهم بمكوناتهم المختلفة كذلك السينما فقوتنا نحن في هذا والتمسك بالسعي إلى ما نسميه أنا الحياة المت... اكتمال الفعل المسرحي هو أن تكون الحياة المسرحية أي هناك جمهور يأتي إلى هذا مم. فأولا التواتر السنة ضروري ثانيا لابد أن تكون من سيدير يكون يعرف عنده برنامج على ثلاث سنوات واللي باش يجي لك شوف عام 99 مديرة شو اسمها تاع الفرانكوفولي اللي تعمل الفرانكوفولي استدعيتها في اطار الحوار وكذا اكسترا جات وقالت لي سامحني راني أنت انا باش نجيب معايا انسان اخر قلت لها تفضل شكون الانسان الاخر؟ هو المدير اللي باش ياخذ بقعتها شوف التواصل يعني هو هي كملت المده نتاعها تاع اربع سنوات وهو مع الاكيب نتاعو جاو كانها تعملوا في الباساسيون باساسيون على تولي مؤسسه بهذا الشكل ولا بشكل اخر اصبح اللي بسمى الوقت انتهى سيمونيه يعني سيمونيه لقيت دكتور مدو يا خويا ديما الى كفاره, كفارة لبا. انا كبار لا با لو بتوفغ لا با سيمونير سيمونير سؤال سؤال شنو هو حسب رايك انت من من الداخل شنو اهم احنا في الحقيقه كنا نتمنى حاتم يكون موجود حاتم دربال يكون موجود ولكن تعرفوا المهرجان على قدم وساق واحد نحب نسالك على شو اهم ميزه اليوم في هذه الدوره في هذه الدوره العشرون لايام قرطاج المسرحيه انا يبدو لي وانه اهتمام المنظمات والجمعيات بايام قرطاج واسناد اكثر من جائزه هذه مساله هامه يعني المجتمع المدني تحرك مع المهرجان وصار فيه اكثر من اجتماع المدني ولا بارتنير معناها طبعا شريك حقيقي طبعا في اليوم. وهذا هام وهذا في التظاهرات الثقافيه ايه. المهمه وهذا هام ايه. وقت معناها ايه. اه حقوق التاليف ايه. يضع جائزه اي نعم ل التاليف المسرحي المبتكر يوسف الحيوه بالمناسبه اي واستجاب قاعد. بكل أيه. سرور عن المساله هذه كذلك مركز الحمامات يخرج جائزه جديده هذا كل احداثات م. اظن وصلنا السبعة جوائز والجاز... والجاز... جدا والجائزه تاع الجمعيه الصحفيين ايضا نعم وال... ايوه الاتحاد العمل و... 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 معناها شغل و... اتحاد كذلك خاصة 10000 دينار معناها للهياكل المسرحية الجادة والمثابرة سيمونير منير و... سيدي مهرجان احنا نحن نحكي... اليوم نحكيو على اللامركزية وهي حكاية وهي معناها مسألة أنا نعتبرها مسألة أساسية هامة مش في الثقافة بركة في التوجه الجديد نتاع بلادنا في هذه المرحلة الانتقالية اليوم ديما يعاب على التظاهرات الكبرى الثقافية على أساس أنه أيام قرطاج السينمائية المسرح وإلا المسرحية أنها يعني في المركزية أو مرتبطة بهذه المركزية نتاع العاصمة ولكن احنا اليوم نشوفوا بعض علامات أن أيام قرطاج المسرحية خاصة الدورة هذه يعني موجود بشكل ما. موجود احنا تعرف اعطينا فكره اعطينا فكره للناس الهام, الهام وانه هناك المراكز مراكز فنون الدراميه والرقحيه اللي موجوده بالجهات هي طرف اساسي وطرف معناها نتعامل معه في ايام قرطاجة المسرحيه كذلك مش تحدث على اداره المسرح عندها دور هام في المشاركة في هذا النشاط والحراك المسرحي بالتالي مش حتى المراكز أنا كنقول لك مشاركة المؤسسة السجنية باش تخرج معناها مساجين يعدون هم المسرح مش يكونوا متفرجين مم. وإنما يشاركوا هم يمثلوا هم يمثلوا ويجيوا ايه. عندهم ايه. معناها حصص في دار ثقافة ابن خلدون المغاربية مم. بمواعيد مضبوطة وكذلك معناها اهتمام كبير خمسة أعمال من داخل السجون أي خمسة أعمال من داخل السجون وسجون مختلفة انا بالنسبه لي انا هذه قيمه ايام قرطاج المسرحيه وانه يصبح فعل منتع مواطنه <applause> نتاع نتاع يؤثر في واقعه فنيا سي محمد دورة هذه نعد انه فيها انت تعجبك حتى دور لا 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 شوف انا يعجبني المزاج نتاعك مزاجك انا عارف تحط يدك في كما يقولوا فيها تحط يدك في العجينه وتعمل في مجهود كبير في في مهرجان ايام قرطاج المسرحيه طبعا ثم اشياء احيانا ما مت توتيش بعضها امكانيات احيانا الحلمه تلقاها اكبر من الامكانيات المتوفره بالنسبه للدوره هذه شنو اهم شيء تعتبره انت علامه في في مهرجان ايام قرطاج المسرحي شفت وليت نفس الفك الاسئله نتاع لا إيه؟ هذاك هو هذا هو نعمل فلوتو إيه؟ ريفليكسيون إيه؟ نعتقد انه اشتغلنا إيه؟ آه على هي حوالي 19 محور إيه؟ من تكريم ومن تتويج والعروض وانفتاح ايام قرطاج المسرحي في هذه الدوره على الفنون الاخرى رغم انه أحصل سابق لكن هذه بتكثيف اكثر هذه السنه انفتاح على الشعر مثلا رغم اللي يحصل لكن باكثر في رمزيته مع عرض افتتاح فلسطيني وامسيه لشاعرين فلسطينيين كبيرين مريد برغوثي مريد وابنه تميم, تميم. تميم برغو برغوثي, برغوثي حاولنا انه وهي تحية لل... الفلسطينية للقضيه الفلسطينيه وهو الافتتاح والمساله رمزيه بغض نعم. النظر نعم. على نوعيه نعم. المسرحيه اللي انا اعتقد انه شبابيه وجميله وستعجب الناس فحاولنا قدر الامكان لكن الاساس انا بالنسبه لي في هذه الدوره اللي ما زلنا نشتغل عليه رغم انه الدوره هاي بدات وانطلقت لكن ضروري هو هذه الذاكره. مم. كيف نلم يعني كيف نجمع هذا الشتات إيه كيف نلملم يعني أي. لا وجود يعني يعني على حتى ما يعني فيش يعني الدليل دليل كل مهرجان احيانا لا نجده الصور كيف المقالات إيه. الوجوه البارزه وال والكبيره والمهمه التي كرمت والتي حصلت على جوائز خلال كل هذه الدورات لابد من تجميع هذه الذاكره في معارضها في برامج في تسجيل شريط كامل سينمائي يوثق التوثيق مهم حتى يساءل حتى نستطيع ان نتقدم وان نقفز الى الامام اعتقد ان الذاكره محطة اساسيه ومهمه جدا وسؤال مركزي في, وهي في الحقيقه ذكرت المهرجان هي ذكرت, ذكرت المسرح بالضبط, بالضبط والمسرح العربي بالضبط بالضبط ايوه ونختم بيك حتى. أيوة. 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 انا نحب نحكي تحكي لي شويه ساعه على الجانب الفكري والندوات في المهرجان اليوم ندوات بارزه اليوم اي لا فعلا وهناك عوده ل خاطر ثم في وقت من الاوقات تم هيك, تلا... هيك الوقت نتاع الهامش نتاع الهامش ثم ندوه فكريه وبرا هكاك على الهامش اي هي لازم تكون في الصميم وهذا بديناه معناها ثم آه عوده جديه اليوم للمجهود الفكري والنقدي لابد, لابد ان <applause> معناه نقر بهذا احنا يعني المره الدوره السابقه عملنا على, على فكر وتفكير ايضا أي. ثم الندوه الفكريه اللي شاركوا فيها آه معناها وصلت الى الحلقه قفلت باعتبار قدمت العروض ولكن صدر كتاب تو نحكيو عليه عليه الان آه ان تكون الندوات الفكريه آه في صميم اليو... ال... ال... المهرجان هذا فيه ثلاثه ندوات فكريه في ثلاث ندوات هذه يعني لاول أول مره هذه يعني لاول مره في تاريخ تعمل ثلاثه ندوات هذا مهم اي المهم جدا لان المسرح في حاجه لمن يدافع عنه م. والذي يدافع عنه هو النخبه هو الذي يفكر هو ال... ف والمسرح في حاجه الى ان يعاد النظر فيه ان يساءل ان يسال ان توفر له الادوات لي تقييمه لفتح افاق لرسم احلام هذا كله طبعا يتم عبر الركعة يتم عبر العمل الفني يتم عبر الابداعي ولكن الذي يمكن ان ينظمه ان يضعه في اطاره ان يحركه ان يهدهده هو هذا العمل الذي يجب ان يكون مستمرا ومتصلا وايام قرطاج المسرحيه هي معناها موعد الى جانب مواعيد اخرى لكن موعد مركزي لابد ان يبقى موعدا مركزيا في الحياه المسرحيه التونسيه. سي محمد كلمه اخيره سي منير أه؟ انا م... نحيي هذه في الحقيقه حلقه حبينا باش نتبعوا احنا ايقاع ال... ايقاع ال... ايقاع النشاط الثقافي وما نجموش ما نحكيوش على ايام قرطاج المسرحيه أه؟ انا م... يعني نحيي بصدق الساحه المسرحيه التونسيه والجمهور التونسي اساسا مثل ما ذكر الدكتور مؤكد لانه عندنا جمهور نوعي ومختلف اعتقد على كثير من المهجرات الاخرى وهذا ربما رهاننا ثاني حاجه اريد ان احيي الفريق العامل لانه هناك جهد حقيقي وتعب يومي لا بد من, من تحيه الفريق العامل, العامل فعلا وهذا فريق يعني وكل يعني من ساهم والروافد والندوات الأساسية والمركزية في هذا المهرجان أعتقد هذا جانب مهم ويطرح كثير من الأسئلة في علاقة النقد وفي علاقة البحث بالمسرح التونسي وبالمسرح العربي الأفريقي إن صح التعبير وأتمنى أن تكون هذه الدورة أيضا إضافة نوعية لما شكرا, صرت. شكرا جزيلا سي محمد منير كلمة أخيرة تفضل سيمونير المسألة الهامة بالنسبة لي إيه نعم. هو الافتتاح في مدينة الثقافة نعم وهذا بالنسبة لي حدث هام أيه. لأن احنا من الاستقلال ما بنيناش مسرح أيه. عندنا كونش المسرح البلدي صحيح أيه. السنة ونير ينتبه الأشياء معناها مرات نعم. مسألة دقيقة أه؟ في مسرح الأوبرا 1800 مقعد مريح ها أه؟ و جماليه معينه وتكنولوجيا متطوره وكذلك قاعه الجهات مسرح الجهات ومسرح مضح. مضح. المبدعين الشبان هذه هام بالنسبه لي باش يكون الشيء قريب في وسط المدينه مدينه يعطيك صح صحه منير يعطيك صحه منير أه نحاول نوريه شويه كتب متعلقه بالمسرح أه نحب نهنيك سي محمد على اخيرا انه واحد كي يعمل ندوه فكريه يخرجها من بعد ولا بد في هذا الاطار من شكر الهيئه العربيه للمسرح ان يعني هذه المشكله آه هذا حفظ هذه الندوه متاع الدوره الماضيه النقد المسرحي وموقعه من الحياه المسرحيه اليوم وغدا وهي الندوه التي اشرفت او اشرفتم على عليها يا دكتور اذا انت جمعت هذه الحرصتها وصلحت وعملت وقدمت فشكرا جزيلا على هذا العمل اذا النقد المسرحي ايام قرطاج المسرحيه الدوره 19 العام الماضي آه وزاره وزاره الثقافه المنظمه والهيئه العربيه للمسرح، خليني في نفس الوقت نعرف اعيد تعريف بكتابك آه حلقه موؤوده في تاريخ المسرح العربي دكتور محمد المديوني دراسات الهيئه العربيه للمسرح دائما آه خليني نذكر شويه بالمجهود اللي تعمل فيه الهيئه في الاصدارات هنا نحب هذه الندوات هذه ندوة الواقع المسرح العربي مكامن الاخفاق ومواقع التعثر 2011 الشرقه ونذكر كذلك الندوة الثالثه نقد المسرح العربي البوصله والمرسات الهيئه العربيه للمسرح واذكر بندوه الثانيه اللي هي مهمه جدا وهي المراه المسرح التجربه العربيه من الواقع الى المستقبل قبل آه هذا نحب نذكر بمناول آه المهرجان المسرح آه العربي اللي تعمل في تونس مع الهيئه العربيه وخرجوا سلسله ايضا من الكتب المسرحيه لابد من تنويه, آه تنويه بهذه الاصدارات والتنويه بمجهودات الدكتور محمود الماجري الذي سهر على اصدار هذه الكتب المهمة في اللي تدخل في سواء في المكتبة المسرحية العربية وحتى المكتبة التونسية لأن مكتبتنا التونسية للأسف الشديد فقيرة وفقيرة جدا من ناحية أه؟ شحيحة إذا نحب نعرف بكتاب رياض حمدي الارتجال في المسرح التونسي مفاهيم وممارسات ويبدو أنها أطروحة دكتوراه <applause> آه الإخراج المسرحي في تونس حدود الائتلاف وحدود الاختلاف لحمادي الوهابي للدكتور حمادي الوهابي اللي هو مخرج في نفس الوقت ويبدو انه ايضا مستوحاة من اطروحته الجامعيه مسرح العبث في تونس من خلال تجربه الاقتباس ليسرى بن علي وهذا ايضا يظهر لي عمل جامعي ماستير ونذكر ايضا بخطاب الشخصيه الهامشيه في نصوص المسرح الجديد بتونس وأول مره باش نوري كتابي انا اه مش نعملها المره إيه هذه نعملها المره هذه أي أه. أه. كتاب أه. النار أه. والرماد قراءه في تجربه المسرح التونسي الجديد 75 1989 دراسه صادره عن دار بيرسبيكتيف للنشر وفي نفس السلسله التي ذكرناها المسرح التونسي مسارات حداثة 2000 ألفين تونس 2018 اصدار الهيئه العربيه للمسرح واختموا بكتاب أه صديقتنا هي موجودة في المهرجان آه نور أمين آه دينيس ديدرو ترجمة كتاب مفارقة الممثل ترجمة نور أمين الصادر عن مهرجان المسرح الدولي للشباب بالبحرين ماذا يتبقى من هذه الجلسة الممتعة حول أيام قرطاج المسرحية ونرافسي محمد المديوني آه على جوعه للحوار تو نعاودوا حلقه اخرى على المسرح انا نتمتع بكم برشا وأتمتع بي ونشكركم على مداخلاتكم الرائعه وانتم ديما تحكيوا على فريق العمل وفريق العمل وفريق العمل انا ايضا من جانبي في جمهوريه الثقافه اريد ان احيي كل فريق العمل الذي يشتغل السهر على انجاز جمهوريه الثقافه ونحب ان نخدم مع النساء راني يعني. ونحب نشكر المخرجه والفنانه امال علوان ونرحب بعودة هادية حسين رئيس تحرير برنامج جمهورية الثقافة تتعافى تتماثل للشفان وحييها وأيضا نرحب بزينب الهداجي التي انضافت إلى فريق العمل شكرا جزيلا وكل عام والمسرح التونسي بخير كل عام وأيام قرطاج المسرحية بخير وكل عام وتونس في قلبي الحدث الثقافي وننظم صوتي ليك اهم شيء في المسرح التونسي اهم شيء هو جمهوره شكرا جزيلا